لكل شيء معنى ولكل حكاية تفاصيل، وعلشان أنت بطل الحياة لازم تعرف إزاي تبدأ وإزاي تقدر تحول الفشل لنجاح والغربة لإحساس بالونس. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: المطربة مروة ناجي سعيدة بغنائي في مهرجان القلعة وسعيدة بتجربة تفاحة آدم. ابتديت بعربي بحت والناس جاية تسمعه برضاك يا خالجي، وفي نفس الوقت اخترت حاجة فيها شغل أوركسترا وغنيت أقوى من الزمن الفنانة شادية. هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة المصري اليوم، ومعنا خبر خاص بمهرجان القاهرة منشور تحت عنوان: مهرجان القاهرة يحتفل بمرور مئوية السينما التركية ضمن فعاليات المهرجان. قالت اللجنة أنه مش لازم نسمح للخلافات السياسية أنها تعكر صفو العلاقة بين الشعبين، ومن الضروري جدا أننا نستثمر الفن وبالتحديد السينما في تقريب المسافات بين الشعبين التركي والمصري. هتقام فعاليات الدورة 36 من عم مهرجان القاهرة السينمائي في 9 نوفمبر القادم، وهتستمر 10 أيام، وهتكون السينما اليونانية هي ضيف شرف المهرجان. ولسه مع جريدة المصري اليوم، ومعانا خبر بيقول هشام عباس وعلي الحجار تقدم بطلب لغناء أوبريت عن قناة السويس. قال عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية إن في عدد من المطربين تقدموا للإذاعة للمشاركة في الأغاني اللي هينتجها اتحاد الإذاعة والتلفزيون لهيئة قناة السويس، منهم الفنان علي الحجار وهشام عباس وعدد من المطربين الشعبيين. أكد عبد الرحمن رشاد إن الإذاعة تلقت حوالي 4 أغاني لمشروع قناة السويس من شعراء كبار زي صلاح فايز وناصر أشوان وأمير عبد المجيد، ومن الملحنين المشاركين في الأغاني سامي الحفناوي. هنروح لجريدة الوطن، ومعنا خبر بيقول محمد حمدي يبدأ تصوير العيال رجعت. بدأ المخرج محمد حمدي مؤخرا تصوير الفيلم الجديد العيال رجعت، وبيعتبر الفيلم من نوعية الأفلام الغنائية الاستعراضية، وبيقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، منهم المطرب آدم ومحمد نور وأمينة وأحمد شامي والفنان سامح الصريتي والفنان الخليجي عبد الحميد العوام. بتدور أحداث الفيلم في إطار استعراضي غنائي، وهيتم تصويره ما بين القاهرة وشرم الشيخ، والفيلم من تأليف أحمد البي والإنتاج لشركة فينيكس لأشرف صقر، كاميرا بالألوان الطبيعية. حضرت أول يوم تصوير من الفيلم ملتقين الحقيقة هناك بعدد من فريق العمل. تعالوا مع بعض نشوف هيقولوا إيه عن تجربتهم الفنية السينمائية الجديدة. فيلم العيال رجعت من أحدث الأفلام اللي بيتم تصويرها حاليا باستوديو مصر، وبتدور أحداثه حول فرقة موسيقية تبحث عن الشهرة وتلجأ لرجل أعمال سعودي ليقوم بإنتاج ألبومات غنائية لهم. الفيلم من بطولة فريق واما وآدم وأمينة والإخراج لمحمد حمدي. الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد يمكن عادت بالنفع على شباب الفنانين، انها ادت فرصة لانه يتعمل بعض الافلام الغير مكلفة بشكل ضخم، يعني اللي هي بحيث انها تدي فرصة للشباب. انا شخصيا سعيد بالتجربة دي، انه في اصرار ان السينما ما توقفش، وانها لما واجهنا ظروف اقتصادية كان لازم يحصل استمرار. فعلشان كده انا يعني يمكن انا مقبل على الفيلم لاكتر من سبب. نمره واحد، لابد من استمرار السينما المصريه في الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد. نمره اتنين، ان فيلم بيكون فيه شباب فلازم تبقى انت واقف معاهم وتدعي لهم بالتوفيق، اما انه التجربه تبقى ناجحه او يطلع منهم شباب نجوم يحققوا ذاتهم، او ان ناس ممكن تغير مسارها وطريقها خالص. زائد ان طبيعة الفيلم نفسه في وسط هذا الخضم من
الصراخ والزعيق، فيلم في استعراض، في غناء، في شباب، في حالة رومانسية، في جو من التشويق، في بعض الابتسامة. يعني التوليفة دي كلها خلت الواحد انه يعني يخوض هذه التجربة مع هؤلاء الشباب. هو رجل أعمال، يعني اسمه أدهم، ليه أخت اللي هي أميرة، وحاس انه ما يقدرش يرتبط لها أو يقبل طلب ده من أي حد، يعني إلا إذا كان نفس المستوى، نفس الطبقة الأرستقراطية دي. يعني ما نقدرش نقول إنه مغرور قد ما إن طبيعة الطبقة اللي بينتمي ليها لها أصولها ولها قواعدها ولها قوانينها اللي ما بيقدروش يتجاوزوها، إن ممكن يبقى فيه إزاي حد من هذه الطبقة بيرتبط بحد من هذه الطبقة. وفي حب، هل الحب ينتصر على الفوارق بين الطبقات دي؟ ها، ولا الفرق ده هيكون اكبر من الحب؟ يعني هو ده الفتره دي الواحد كان المفروض بيبقى مرتاح فيها بعد رمضان، لكن يعني كانت فرصه يعني الواحد ايه يتحرم من الراحه شويه ويخش العمل ده من اول السطر. غيرته خلاص. بصي، احنا لسه يعني احنا حابين نعمل حاجه كوميرشال، بس هو من اول السطر يعني لحد ما دعوه للتفاؤل. انا حاسه يعني حاسه من كلمه من اول السطر ان في حاجه، بدايه جديده، في حاجة جديدة، في دعوة التفاؤل، في أمل، في يعني حاجة جديدة. فإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. هي توليفة حلوة قوي، عملها أستاذ أحمد البيه، إخراج أستاذ محمد حمدي. لأول مرة بنعمل حاجة كده مختلفة شوية، معانا تعاون من الخليج، أستاذ عبد الحميد العوام ده من المملكة العربية السعودية، نجم السعودية طبعا، ومعانا نجم بيروت والمطرب الجميل آدم، معانا المذيعة الجميلة إيمان أبو طالب فأول تجربة تمثيلية ليها، معانا أستاذ سلمان عيد، معانا الأب الروحي أحمد راتب، معانا رامي غيت، معانا فريق واما، أحمد الشامي، محمد نور، معانا مجموعة كبيرة قوي حلوة كده، حركة يعني. هي سكر بيعت جرايد، وهي المفروض ما تبيعش جرايد، هي المفروض تبقى حد عادي، بس هي ما عندهاش غير ابوها، وابوها بتاع جرايد، واقفه مع ابوها بتساعد ابوها في الفرش، وباباها بيعتمد عليها في كل حاجه. مخطوبه بس هي مش عايزه تتجوز، مش يعني مخطوبه بس مش عايزه تتجوز عشان ما تسيبش ابوها، لان ابوها تعبان عنده الكلى، هو احمد عيد. وبتجمعني بينه وبينه مواقف الابويه، وبيني وبين خطيبي مواقف الابويه، وان هو يبقى في كوميديا بيننا وبين بعض، دايره لما بيعيا وبيقع ويخش المستشفى بتبقى في قصه تانية خالص، ان انا بزعل عليه جدا. ابويا طبعا هو كل حاجه يعني. والله هو ما فريق طبعا كل الناس عارفاه، ومن اول الفرق الموسيقيه والشباب اللي تعرفوا، واللي كل واحد فيهم دلوقتي ما شاء الله اسمه كبير قد كده، قد الدنيا يعني. فان شاء الله باذن الله يبقى في مفاجاه باذن الله في مصر. هذه طبعا هي ثاني تجربه، كان في تجربه لي بس كان محوري، دور محوري، فيلم اسمه دوران زينهم. دوران زينهم مجموعه من الابطال ما شاء الله من مصر، وشخصية عربية جاية وضحكوا على هالشخصية العربية. هذا الفيلم نوع من قالب الكوميديا طبعا. ده الفيلم طبعا أنا بطولة فيه، من ضمن الأبطال ما شاء الله الموجودين أستاذ سامح السريطي، وأحمد طبعا السادي، والفنان القدير أستاذ أحمد راتب، ومعي بطل كذاك نور وآدم، والبطلة الجميلة المرحة أمينة، وكذلك من مجموعة من الفنانين الموجودين بهذا الفيلم إن شاء الله. أوضح للمشاهدين عبر هذه الشاشة الجميلة، أنا دوري شخصية عربية، ما نقول خليجية، عربية عامة، شخصية غنية تحب الغناء والموسيقى، تصطدم بمجموعة من الشباب عندهم طموح يحققونه، هو الطموح الإنتاج البوم غنائي. هم أربع شخصيات ويتدهورون من مكان لمكان حتى يصطدموا في شخصية عربية هي لها طابع، لها ميول حب الغناء، ويبدأ المرحلة من مرحلة حتى يقتنع في هذه الشخصيات أنه عندهم هدف ولازم يحقق هذا الهدف، والحمد لله حقق من الهدف والإنتاج ألبوم. الأعمال الأحداث راح تكون بين اسكندرية والقاهرة. لا، هو كان في اسم، هي مرة واحدة، هو كان في اسم مؤقت للفيلم، يعني أول أخبار نزلت كانت باسم العيال رجعت، ده كان اسم مؤقت لسه يعني محطوط على النسخة في الأول، لحد بس ما كنا نستقر على اسم، لحد ما استقرينا على من اول السطر. هو مناسب قوي للموضوع، الموضوع ببساطه خالص حدوته مجموعه من الشباب الموهوبين في الغناء بيكونوا فرقه غنائيه وبيبتدوا يعني بيبتدوا مشوار
او طريق النجوميه زي ما بنقول، رحلتهم في عالم الفن لغايه النجوميه، مؤمنين بموهبتهم، بيقابلوا في مشوارهم احد المنتجين اللي بيؤمن جدا بموهبتهم وبكفاءتهم، بيدعمهم. كل ده بيحصل في اطار غنائي، اطار كوميدي، مع بعض الاحداث المشوقه شويه كده في النص الفيلم، يعني بتغير مجرى الاحداث لحد ما بنشوف هتنتهي على ايه. لا الحقيقه يعني ما اقدرش اقول انه في فلسفه او في رساله دراميه ضخمه يعني بنقولها من فيلم. الفيلم كل هدفه منتهى الوضوح انه يبقى كوميدي غنائي لايت. بنحاول نرجع فكره الغنى الشيك، الغنى المودرن، نبعد شويه عن التركيبه الشعبي اللي انتشرت في الافلام وبدات تواجه شوية انتقادات الفترة اللي فاتت، فبنحاول نرجع الفكرة دي. لا الفكرة احنا يعني فكرنا فيها الاول وعملنا الموضوع اللي يتناسب مع كده. كانت الفكرة ان احنا نعمل فيلم غنائي كوميدي بمجموعة كبيرة من المطربين الشباب اللي ليهم جماهيرية. دخلنا فكرنا في فريق وما مع امينة مع ادم، الحقيقة مجموعة كبيرة جدا، انضمنا كبار يعني أسامي كبيرة من الملحنين والموزعين والكتاب الأغنية الشعراء. الفيلم فيه على الأقل 6 أغاني منهم أوبريت كبير بيجمعهم كلهم، يعني في أغاني سينجل منفردة لكل حد، وفي أغاني دويتو ثنائية، وفي غنوة جماعية بتجمع كل الفريق على شكل أوبريت. ده شكل احنا كنا عايزين نقدمه وعملنا المشروع على الاساس ده. لا مش قصه رومانسيه، هي بس يعني في خيط من الخيوط الرومانسيه شويه في شخصيه في حدوته من حدوته احد يعني افراد الفرقه، ليه خيط رومانسي شويه مع بطله من البطلات. كان برضو الهدف انه يعني نوع من استكمال الشكل الغنائي ده، ان يبقى فيه خيط رومانسي ناعم، ده بيسمح كمان بانه يطلع غنى، يتقال غنى رومانسي يناسب المواقف اللي حاصلة بينهم. انا شايف وشوف ده يعني بسمع ده من ناس كتير في الجمهور بأعمار مختلفة، لما بنبقى في عروض او في مكان مناسبة بيسألونا انه فين الرومانسية، وشايف انه ما زالت لغاية النهاردة بتتعمل افلام حواديت رومانسية في امريكا وفي اوروبا والسينما العالمية كلها بتعمل بالظبط. التركي اللي كل الناس بتتابعه وتفرج عليه موضوع محبب، وقصص الحب عمر الناس ما هتمل منها ابدا. يعني احنا بنجتهد انه نكون جاهزين في الميعاد، احنا مطلوب مننا ان احنا نكون جاهزين للعرض في موسم العيد الكبير. الحمد لله اقدر اقول انه انجزت جزء كبير من الفيلم، يمكن يعني اقدر اقول انجزت نصه او يمكن اكتر شوية. الجزء اللي فاضل كثفنا شوية يعني بداية من النهاردة او امبارح بدأنا نزود ساعات التصوير، بدأنا نزود ساعات المونتاج، وان شاء الله نكون جاهزين في الميعاد. بعد ما نخلص استوديو مصر افتكر هيكون عندي فيلا في منطقة الصحراوي، هيكون عندي احد المدن الساحلية، في عندنا يعني استعراضات بتحصل على البحر. افتكر دول اهم 2 ديكور يعني. بعد أثار برنامج الراقصة اللي بتقدمه الفنانة دينا غضب عدد كبير من النقاد، وكمان أثار غضب رجال الأزهر الشريف واللي أصدروا بيان قالوا فيه إن برنامج الراقصة بيعتبر إهانة للدولة المصرية. ومن أيام نشرت جريدة اليوم السابع خبر خاص بالموضوع تحت عنوان 4 بلاغات ضد برنامج الراقصة وأصحاب البلاغات يختصمون محلب ودينا. بيأكد الخبر ان مكتب المستشار هشام بركات النائب العام تلقى 4 بلاغات من محامين ومواطنين طلبوا من خلاله بوقف برنامج الراقصة واللي بيعرض على قناة القاهرة والناس. وقال اصحاب البلاغات ان النوعية دي من البرامج بتشجع على الفن الهابط والحقيقة بتهدد قيم وثوابت المجتمع المصري. من التصريحات الصحفية اللي معانا تيم حسن، أعود إلى السينما بشكل جديد من خلال خطة بديلة. فيصل ندى، عدت إلى القاهرة لاستكمال جلسات عمل مسلسل الفرس الرابح. هشام رشاد، التلفزيون المصري حصل على إشارة بث الدوري العام أرضياً.
صناع الفن السابع، الأفلام قليلة التكلفة، والباب الخلفي لعودة سينما المقاولات. من جريدة المصري اليوم معنا خبر منشور تحت عنوان محمد رمضان يتعاقد على مسلسل غير لائق لرمضان 2015. تعاقد الفنان محمد رمضان مع المنتج محمد عبد الحميد على بطولة مسلسل اسمه غير لائق من إخراج وائل إحسان، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل ليعرض في رمضان القادم. في الفترة الأخيرة تلقى محمد رمضان عدة عروض من شركات مصرية وعربية لتقديم مسلسل جديد، خاصة بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل ابن حلال على عدد كبير من الفضائيات المصرية والعربية. هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية. تأجيل فيلم الليلة الكبيرة 15 يوم لعدم الانتهاء من الديكورات. السبكي يطرح أغنية مارلين مونرو لبوسي على اليوتيوب. ناهد السباعي تبدأ تصوير فيلمي حار جاف صيفا والسكر مر. سوء الأوضاع بالعراق يعوق برنامج السينما الكردية واليونانية. رانيا يوسف تبدأ تصوير عيون الحب الأسبوع المقبل. مروان خوري يكتب ويلحن لمحمد عساف في ألبومه الجديد. اسمحوا لي نروح لفاصل نرجع ليكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة. هنروح دلوقتي لتقرير مع الفنانة مروة ناجي ابنة الأوبرا وصاحبة تجربة برنامج ذا فويس الشهير. شاركت مروة مؤخرا في إحياء إحدى حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا. قدمت مروة مجموعة مميزة من الأغاني الترابية القديمة. من ناحية تانية شفناها في رمضان الماضي من خلال مسلسل تفاحة آدم مع الفنان خالد الصاوي. يا ترى كان ايه ردود الافعال على دورها في مسلسل تفاحة آدم؟ يا ترى ايه ردود الافعال على دخولها عالم التمثيل؟ ويا ترى ايه الاعمال الفنية القادمة لمروة ناجي؟ ده اللي هنعرفه من خلال تقريرنا اللي جاي. لا طبعا من مكان لمكان احنا بنختلف في الاغاني وفي اختيارها وعلى حسب الجمهور اللي جاي يسمع ايه والمناسبه بتكون ايه. النهارده الموضوع مختلف تماما لان النهارده مع اوركسترا القاهره الاحتفالي خاله المايسترو طارق مهران، فابتديت بعربي بحت وللناس جايه تسمعه برضاك يا خليجي، وفي نفس الوقت اخترت حاجه فيها شغل اوركسترا وغنيت اقوى من الزمن الفنانه شادي. لا بالعكس، يعني انا عشان بس بجهز دلوقتي تقريبا السنجل الاولانيه الاول سنجل هنزل بيها، فبسمع افكار جديده ما حدش تطرق ليها لحد دلوقتي. في افكار لسه ما اتقالتش، في بسمع الحان بجد رائعه طربيه دلوقتي، يعني يا رب بس الاختيار يكون صائب ويعجب الجمهور ان شاء الله. وفي نفس الوقت طبعا لا يغني عنك تسمعي انساني او تسمعي البندات، الاثنين بيكملوا بعض. احنا في تفاصيل دايما ليه بننساها يعني في حياتنا الطبيعيه، انا بحبك انا زعلانه منك، مش بيبقى الموضوع بشكل سطحي كده، بالعكس بيكون في حاجات اعمق من كده بكتير هي اللي مش بنتطرق اليها او مش بنتناولها مش عايزه تيجي. بس يعني لا طبعا الكلام موجود والكلام متاح، وان شاء الله باذن الله في الاختيارات الجايه هتلاقي كلام عن الهجر والفراق ومختلف. اول حاجه طبعا يعني كفايه بصي التعاون والتواصل الثقافي المختلف بينك وبين كل الدول العربية، بتكتسبي خبرات مختلفة، تفكير مختلف، يعني وانت موجودة هناك انت بتبقى خلاص بقى انت لوحدك، انت بعيدة عن اهلك، انت بتفكري هتعملي ايه عشان تكسبي اكبر تصويت واكبر كم حب للناس. مش قادره اقول لك المجهود بيبقى عامل ازاي، الميديا كنا بنشتغل عليها ازاي بشكل قوي، لا كل الحاجات دي ما كنتش متطرقه ليها قبل كده، ما كنتش بتابعها، ما كنتش بعملها، بالعكس كانت من الحاجات المهمه جدا. الخبره نفسها من الكوتشز اللي كانوا موجودين يعني عندهم خبره كبيره في المجال الفني، كان مهم جدا انك تاخدي منهم من خبرتهم ومن يعني من ثقافتهم، كانت دي حاجه مهمه جدا انك اكتسبتها هناك. رشوة شيك ولذيذة وبنت ناس. أدم ما بيشتغلش بالطريقة السادكة دي. أنا بقى هموت وأعرف هو بيشتغل إزاي. ما بقاش عادل ياسين إن وصلت للكلاب دول وحطيتهم تحت رجل سعادتك. يا خبر السود والنيل. الناس دول طايرين سابقنا بعشر خطوات. هو أنا كنت اشتغلت في العملية دي من أصله عشان آخد منها.
يعني هو اللي خلق الوش ده ما خلقش غيره. انا كنت بتفرج على الجمهور تقريبا زيهم حلقه بحلقه وكنت برضو بصور، كنت يعني خلصت تصوير 28 رمضان، فكنت دايما يعني كان في الاول تعليق الناس تقول لك حلوه قوي ومبروك، وناس تقول لك لا مش حلوه انت عملتي كده ليه. بس انا كان بصراحه العدل جروب ما سابنيش وتابعوني وجابوا لي مدرب، كان معايا الدكتور محمد عبد الهادي كان بيديني كورسات تقريبا 3 شهور وقت المسلسل، وكان ما جاب لي اكتنج كوتش جوه المسلسل، كان رامي الجندي معايا حلقه بحلقه مشهد بمشهد، ما كانش بيسيبني، فكان مستوى ما يرتفع. وانا سعيده جدا ان ده اول مره في حياتي اكون بمثل قدام عملاق كبير زي خالد الصاوي ومع علي ادريس والعدل جروب، فكنت سعيده بالتجربه وكنت بدي على قد ما اقدر، وان شاء الله شغاله كورسات لحد دلوقتي. الدنيا مقلوبه عليه، تفتكري يعني رايح يتوب؟ اكيد نصبايه جديده من بلاوي السودا اللي ما بتخلص. احنا ما عندناش دليل قاطع ان ده النصاب اللي احنا بندور عليه. الداتا اللي على الجهاز ده تجيب لك البنك المركزي تحت رجليه. يا اخي ملعون قوي دماغك. وصلنا لآخر فقرة في البرنامج، وأهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا النهاردة للمخرج أمير رمسيس: سحر عيونهم يحيي قلوب وابتسامتهم تمحي ذنوب. الفنان أحمد السقا: اللهم أنزل شفائك على كل مريض يا رب. محمد رمضان: انتظروا فيلم واحد صعيدي واثق من النجاح بإذن الله. محمد حسن رمزي: يا رب يكرمك يا سيسي انت والجيش والبوليس المصري العظيم. عمرو عبد العزيز: انتظروا فيلم المواطن بورسي في عيد الأضحى القادم. ياسمين جيلاني: الإنسان الخلوق لا يندم على العطاء ولا ينتظر المعاملة بالمسك، ولكن يتألم فقط عندما يكتشف أن عطاؤه ذهب إلى من لا يستحقه. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم من السبت للأربع، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان _ الطبيعية @dreams، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.